سبيكتاكل prochainement باش تلقاوه لو 26 مارس اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا معنا سي حسام السولي مكلف بالاعلام في الجمعيه التونسيه للنجاح الاجتماعي والثقافي صباح النور سي حسام صباح الخير مرحبا بك مرحبا بك سي حسام دونك قبل ما نحكيو على ليفينمون هيت نحكيو شويه على لاسوسياسيون نتاعكم الجمعية التونسية للنجاح الاجتماعي والثقافي هي جمعية جديدة تأسست نهار 18 فيفري 2015 يعني الرخصة رسمية لكن كنا قبل نخدمه بدون رخصة نظرا ما تعرف الأوراق والكل ياخذوا برشا وقت قعدنا نخدمه يعني مع المركز المندمج للشباب والطفولة لمدة 4 شهور تقريبا بعدك تحصلنا على الرخصة دونك البارادوكس سبيكتاكل هذايا لي بروشينمون ان شاء الله باش تعملوه شنو هو بالضبط وين باش يصير وشكون اللي باش يشاركوا فيه بيان سور العبيد اللي تحب تتواصل معاكم كيفاش تنجم تتواصل العرض هذا بارادوكس هو اون بارتناريا مع ميوزيكال تي في ولا ميزون دو كولتور احمد حمزه بالعوينه مع مجموعه بلاك جوست هما اثناس رافس لي كوريوغراف عماد غوما وعبد العزيز تويتي طاعوا بنسبة 50% من المرابيح باش تكون لفائدة الجمعية التونسية للنجاح الاجتماعي والثقافي باش ندعموا بهم أطفال المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء. العرض يتكون من 6 لوحات فنية هو سيتون دونس تياترال فيه يعني بازي على الاكسبريسيفيتي دو كور إلى تياتراليتي مع يعني ماهوش يكون ثما ديالوج يكون بازي على الرقص والموسيقى. تفضل باش ياخذوا معناها العباد اللي كاين ينجموا يتصلوا على رقم 21 464 276 والا مباشرة بدار ثقافة بالعظيم. اوكي شكرا لك سي حسام على تواصلك معنا بيان سور الناس الكل نجموا تحضروا للعرض هذايا في المداخيل نتاعو ان شاء الله باش يرجعوا العمل خيري دونك بون كوراج حسام في لي زيفينمون نتاعكم انتر تون تحيه السي كامل عويش ديريكتور موزيكانا تي في من صراحه اف ام ان حي